المثل اللي بيقول لك ده عامل نفسه من بنها، ان كان في قطر اللي هو بيروح بحيره لازم يعدي على بنها ايا كان هو رايح فين. يعني اول محطه بعد القاهره هي بنها، فالركاب اللي رايحين بنها اتعودوا يستاذنوا ركاب بحري ان هم يقعدوا مكانهم المسافه القليله دي، بعد كده ينزلوا بتوع بحري يقعدوا مكانهم تاني، بعد كده كان اي واحد يبقى عاوز يقعد ايا كان هو منين يعمل نفسه من بنها، ولما حد يتقفش انه بيكذب علشان يقعد يقول لك ده عامل نفسه من بنها. وفي الصومال كان عيلة القوم بيشيلوا ريشة نعام فوق راسهم علشان يبينوا اختلافهم عن العامة، ولما كان حد من العامة يحاول يبين انه فوق الناس او احسن منهم كان يقول لك ده على راسه ريشة، ومن هنا طلع مثل على راسه ريشة للي بيحاول يبين انه فوق الناس.